ايه السبب اللي خلاكي تشبطي في وفاء؟ علشان هي خدتني من وانا عندي 3 سنين. بخلي بالك ده عمر التشكيل دلوقتي. يعني انا دلوقتي بنتي عندها هو اولموست 3 سنين. لو قلت لها قولي لدي يا جدو وهو ما يقرب لناش اصلا هتقول له يا جدو خلاص يعني. لا بس في كانت حاله ارتباط عاطفي. انا هقول لك يمكن هي ناسيه انها كانت دايما كانت تنام مثلا في حضني، فكانت حته بتاعي صغنطاطه كده، فانا نايمه في السرير لوحدي فتتحط جوايا كده وهي بيبي. وبعدين مره اذكر ايام الزلزال، فمره لقيت الدولاب بيرقص والحاجات، ففجاه راحت قامت فجاه هي بصت كده للنجف لقيته بيلعب ايه الملايك. انا 92 ده انا كنت لسه مش فاهمه اي حاجه طبعا. ملايك. لا بس الاغرب بقى ان انت كنت صغنن وخدتي قرار ان انت يعني تربيه بنت عندها 3 سنين دي مسؤوليه كبيره. ما عشان كده باباكي بيقول لك ان هي عندها امومه مبكره فعلا. ايوه بس ايه اللي خلاكي بقى تاخدي قرار زمان قوي؟ انت اللي تاخدي القرار ده. وانا صغيره كان عندنا بلكونه في بيتنا القديم، كنا ساكنين في الدور الثاني اللي هي الاسقف العاليه، فكنت اعمل خيمه في البلكونه. البلكونه بتاعتنا كانت كبيره، كنت اجيب اخواتي وهم صغيرين واحطهم جنبي واقعد اطبطب عليهم كانهم اطفال بيبيات، مع ان فرق سنه 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 سنه. هي الاخت الكبيره دايما كده طول عمري حاسه شعره بالامومه. طب ارجع بقى للسؤال، الفرق بين تعاملك معاها كأم ومامتك؟ ماما كانت اشد معاهم عن معايا. انا معاك انت؟ ايوه لحد ما اتجوزت كانت بتنسى ان انا متجوزه اساسا. يعني مثلا لو اتاخرت بالليل اقول لها ماما على فكره ده انا مع جوزي. كده مش راجل غريب. على فكره اتجوزت والله العظيم. الحاله دي ما بتتغيرش فعلا؟ لا ما بتتغيرش. بتبقى دايما حتى مهما كبرتي بتبقي جوه عينها وجوه. ايوه فاكر لما كنا لسه عند عمتي فجوزي جاي بيحط ايده عليا قلت له بس باباي. أيوة. اللي هو كسا اللي هو انت بتعمل ايه؟ طبعا هي احنا كده المصريين، يعني اللي انت بتقوليه ده ربايه. يعني هو زرع فيكي حته ان هو انت حاسه بهيبتك منه ان لا بابايا قاعد في ايه؟ وانت على فكره تغير عليها جدا. على مين؟ على اسماء. ابدا والله ولا بتفرق معايا. لا لا تغير جدا. الطلعه دي بقى بيغير جدا بس يعمل اللي هو كانه مش واخد باله. ايوه خلاص بقى روحي له بقى والحاجات دي. لا ماما كانت. طب تفتكري يعني الشده اللي كانت فيها مامتك هي اللي خلتك تبقي عندك احساس الامومه ده من وانت صغيره؟ يعني غير العرايس والحاجات، انما بدا يتسرب ليكي احساس الامومه ده وبدات تطبقيه على ايتن؟ وعايز اعرف برضو ايتن كانت بتستقبل تعاملك معاه وتربيتك ليها ازاي؟ انا هقول لك بس على حاجه، انا اعتقد في وجهه نظري يعني بعد ما كبرت اما قعدت اقيس الموضوع، طب هي ليه تعمل كده؟ هي وفاء كانت قاعده هنا لوحدها. فكانت محتاجه ونس الى حد ما. اخواتي كانوا كلهم التانيين في المدارس وجامعات فما كانش ينفع يجوا. وامي كانت ما بين هنا وهناك، يعني كانت تيجي مثلا خميس جمعه سبت لوفاء اسكندريه. اوكي. عشان ابويا. فكانت وفاء مثلا تبقى قاعده هنا فماما تجي لها خميس جمعه سبت تطبخ لها وتنظف لها البيت وتعمل لها مش عارفه ايه وتظبط لها. لا على فكره والله العظيم انا كنت انا بنظف انا. ايوه وهي كانت تيجي تساعد. بس كنت بحبها تيجي تساعد. والمصحف هروح اقول لها انك قلتي كده هتبللك. على فكره انا كلميني مصر على كلامي. بص هقول لك على حاجه وماما مش هتزعل، ماما ما بتعرفش تطبخ اصلا. يعني ضربت قنبله بس كده. ماما ذواقه يعني. بس احنا طبعا ماما ربنا يديها الصحه وطوله العمر، احنا بنحب دايما نقول لها الله يا ماما. لو قلنا لهاش الله يا ماما دي تبقى مصيبه. على فكره هتتفرج على الحلقه اقسم بالله انت ما عارفه مصلحتك. ما تخافيش هاخدها اعزمها بره عشان ما تشوفهاش. ماما كانت بتيجي دايما خميس جمعه سبت تظبط لوفاء الدنيا وتمشي. وفاء ما كانتش مكتفيه بده، فقالت لها ماما انا هاخد ايتن وانتي تعالي لنا برضه خميس جمعه سبت ظبطينا، وبعد كده روحي لاخواتي التانيين ظبطيهم وهكذا. هي ماما اللي كانت يعني متبهدله بين مصر واسكندريه حقيقه. فوفاء بقى كانت انا الونس بقى اللي بتاخدني معاها في كل حته، ميداليه واخداني معاها تصوير، جايباني معاها من التصوير، دخلتني المدرسه.